ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الاخير من شهر ابريل لعام 2020 لاصحاب برج السرطان. برج السرطان، عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا، ويا رب يكون يعني يكون يصلح كتير من نفسيتنا ويتحقق كتير من مطالبنا من كثرة دعائنا بقى في الشهر ده. يعني هدعي لكم كلكم، انا هدعي لكم كلكم، بس انتوا ادعوا لي. عامة يا برج سرطان، ندخل في الموضوع. هو اسبوع ايجابي، يعني مبدئيا هو اسبوع ايجابي جدا جدا، اسبوع نهاية ظلم انتوا اتظلمتوه، او نهاية مشكلة، نهاية شيء انتوا منتظرينه وفقدتوا الامل فيه، بالتالي هتكونوا مبسوطين قوي، هتحسوا بشيء قد ايه بيبقى جذاب، قد ايه قوي جدا ليكم. من الاخر، تعالوا نتكلم بشكل تسلسلي اكتر ونتكلم بشكل اوضح من الناحية العملية. يا برج السرطان، طبعا في اشخاص يعني رغم الوباء ملتزمين ان احنا لازم بنشتغل، ولازم يكون يعني الدنيا مش واقفة برضو معاهم قوي، الا حظر فقط. عامة هيكون عندك من الناحية العملية كتير من أصحاب برج السرطان عايز إن أنت تدفع فلوس أو تعمل مشروع أو تشتري حاجة أو تشتري أسهم معينة أو تعمل حاجة ليها علاقة بإن أنت تستثمر، بإن أنت تشتغل حاجة. أكثركم بيفكر في شغلة خاصة، أما الناس اللي بيشتغلوا في أماكن عادية هيكون عندك قد إيه عايز تنمي قدرتك أكبر، بتنمي علاقاتك أكتر، بتعمل تواصل مع الشخصيات بشكل كبير، انك عايز تكون على شراكة معاهم بشكل قوي. يعني هو في شراكة ما بينك وما بين حد، ده هيخليك ان انت تزدهر في مكان العمل سواء عام او خاص. فده من الناحية العملية. من الناحية المادية يا برج السرطان، قلت لكم قبل كده ان في حصول على ميراث او حق منهوب هيبدأ انه يرجع، مع ان انتوا ممكن تكونوا فقدتوا الامل او ما كنتوش متوقعين المبلغ المادي ده، هتبدأوا تحصلوا عليه في الاسبوع الاخير. المبلغ المادي ده هيكون عندكم، المبلغ ده انتوا فيه عارفين انتوا هتودوه فين، او عارفين ان انتوا هتودوا جزء منه فين، يعني هتجيبوه كده تصرفوا منه ايه في حبة حاجات وبعدين الباقي تحوشوه. فده موجود عندنا يا برج السرطان بشكل قوي، يعني من ناحية العملية، ومن ناحية المادية هيكون الوضع رائع. اما غير ذلك، برج السرطان لو عندك مشكلة قانونية هيكون في حل فيها في الاسبوع الاخير، مع ان هيكون في بعض الايام اللي ممكن تثيرك نفسيا، تعمل لك مشكلة، تعمل لك مش مشكلة، يعني هتحس احساس مش حلوة، او تكون عندك نسبة شك، يعني في نسبة شك في حاجة معينة، لكن هتلاقي بعد كده ان انت الموضوع عدى بسلام ومفيش اي حاجة تماما من اللي انت كنت شاكك فيها. برج السرطان، انت اي نعم بتحس بالشيء وعندك روحانيات هايلة، ولكن مش كل شيء احنا ممكن نكون بنشك فيه هو روحانياتنا اللي بتقول لنا ده، لان احنا بطبيعتنا يا برج السرطان عندنا شوية الشك زيادة، فبنتلخبط ما بين حتة ان احنا عندنا روحانيات واللي بنقوله بيحصل واللي بنحلم بيه بيحصل وكل الحاجات دي، وما بين الشك اللي احنا شاكينه انه ممكن يكون من ضمن حتة الروحانيات انه هو حقيقة ام لا. فنخلي بالنا جدا جدا من الموضوع ده. ده ممكن بقى يعمل لخبطة في ايه كمان، في الوضع العاطفي، ان انت تشكي في الشريك، الشريك يشك مش عارف في ايه، فنحس ان الموضوع حقيقي، فنبدأ ان احنا نعمل مشاكل وحبة قلبان. فهنا مش متطلب تماما نقطة الشك دي، يعني ما نديهاش الفرصة. فدي حاجة مهمة. الحاجة التانية اللي أنا عايزة أتكلم فيها يا برج السرطان، أنت عندك أخبار قد إيه سعيدة، قد إيه هتسمع أخبار سعيدة، قد إيه مواضيع هتبدأ إن هي تشم نفسك فيها. هتبدأ إن أنت في شخص ظلمك أو حد جرحك، هتلاقي إن هو اتجرح، اتوجع، ان هو ممكن يكون مر بحاجة معينة، فانت هتحس ان انت اللي هو حقي جالي ولسه كمان ده انا ياما اشوف فيك، مع ان بيصعب عليك. يعني شوف انتوا الحركه انا عملت لكم ازاي، انتوا بتبقوا كده بالظبط، بس لما تيجوا تقعدوا مع نفسكم والله صعبان عليا وعايزه اساعده، فانتوا غلابه قوي، فاللي هو برج غريب، بس في نفس الوقت ده بيبقى من طيبه قلب برج السرطان. برج السرطان، انت عندك موضوع زواج هتسمع بيه خلال الاسبوع ده، هتحس ان حد متمسك بيك قوي، ان هو عايز يعمل زواج، عايز يرتبط بيك بسرعه، عايز يبقى فيه حاجه، يعني يلا نسرع المواضيع. ويا اما هيكون في علاقه زواج لحد من المقربين لينا اللي هنفرح بيهم جدا، او هنفرح ليهم بشكل قوي قوي. برج السرطان كمان هيكون عندك من خلال الحاجات الايجابيه في خبر بيبي جديد هتسمع عنه، او هيبقى في
بشرة لبيبي جديد، في حاجة ممكن تكون منتظرها بقالك فترة وتحس ان انت زي فقدت الامل فيها او تعبان نفسيا بسببها، تبدأ لا انها تحصل الشيء الايجابي منها، فهتحس قد ان انت فخور او فرحان بنفسك، هتحس ان انت عايز اللي هو تقعد تشكر ربنا يعني ما تفصلش. فده برضو هيكون موجود جدا يا برج السرطان. عشان كده بقول لكم هو اسبوع ايجابي جدا، على الرغم ان ممكن يجي لنا بعض الحاجات الاحاسيس اللي هي شويه فيها لخبطه، فعشان كده بقول لكم احنا ما نساعدش الاحساس ده لانه هيكون شيء كاذب مش من ضمن روحانياتنا، نخلي بالنا كويس جدا جدا. برج السرطان كمان من ناحيه الامور العاطفيه بقى، لان هيحصل حلول كتير، لان كان في ضغوط وفي مشاكل، خاصه برج السرطان، خاصه برج السرطان مع الابراج الترابيه او الابراج الناريه اللي منهم برج القوس او برج الاسد، وبرده على فكره من بعض الابراج المائيه، يعني في حبه شويه ضغوط، يعني برج السرطان مع برج العقرب برده كان في ضغوط، فكل الحاجات دي هتبدا ان هي الاوضاع تتحسن معانا، هنبدا يبقى في صلح من الطرفين. برج السرطان انت هتبقى باقي قوي على العلاقه ومش عايز تنهيها وخايف انك تنهيها، ولكن لو نهيتها هيبقى غصب عنك، ده لو نهيتها. اما لو العلاقه لسه ما انتهتش عندك الاسبوع الاخير، هو فرصه رجوع للعلاقه وانها تكون الى طريقها، انها تكون علاقه متينه، يعني ان هي علاقه تقوى، عندك اثبات جداره او تقويه شخصيتك او شروط قويه تضعها، هتبدا ان انت تمشي عليها وتمشي الشريك عليها، فبالتالي ده يحسن كتير من العلاقه معاكم، وكمان هيكون في يعني في تقويه علاقات بشكل قوي قوي. برج السرطان عندك الوضع العاطفي فيه كتير جدا مازال باصص لك فيه، يعني برج السرطان انت اكتر الاشياء اساسا اللي مبسوط ليك فيها هي وضعك الحياه، يعني العلاقه العاطفيه وامورك الحياتيه وتعاملاتك الشخصيه وحب الناس ليك والناس تحبك، وكل الحاجات دي عامله لك قلق كبير قوي، لان في اشخاص مش عايزين ده، مش عايزين يشوفوا ان انت تكون مبسوط او ان انت تكون سعيد في علاقتك العاطفيه او العلاقه الاجتماعيه، فده شيء بيوجعهم شويه. عامه برج السرطان هتبدا ان انت عندك قدرة على التعامل مع الأمور بشكل قوي غير الفترة السابقة، انت يمكن الفترة اللي فاتت كان عندك بنستهون بالحاجة، بنتعامل بسذاجة، بنعدي الأمور، يمكن ما كناش بنفكر في أشياء عايزين نهرب منها ونطلع نفسنا منها، بس مش عارفين زي وضع عاطفي أو علاقة طرف ثالث عايزين ان احنا نخرج منها بس مش عارفين، ولكن هيكون بالفعل فيه اللي هو انت بتاخد الموضوع لنهاية، يعني عايز تنهيها وتخليها على شكل صداقة فقط، وهتكون عندك القدرة على ده. اما هيكون عندك قدرة على التعامل مع الامور الشخصية والامور الحياتية، هيكون عايز تقرب من اشخاص قوي، عايز تكون عندك قدرة على التواصل بشكل كبير، عايز تقرب من الاصحاب، نقرب من الاصدقاء، نشوف اشخاص ونشوف، هنكون مشتاقين قوي قوي للتواصل الاجتماعي بشكل رهيب. برج السرطان كمان انت يمكن عندك قلق مازال موجود على بعض الاشخاص، يعني في حاجات كتير ايجابية وهنكون عندنا اطمئنان على بعض الاشخاص، واحنا كمان عندنا اطمئنان على الوضع النفسي، ولكن في قلق، يعني ده بقى مازال موجود، ان احنا لسه قلقانين على الاهل، قلقانين على حد ممكن يمر بمشكلة صحية، قلقانين من بعض الاشياء. يعني وصفتها لكم قبل كده ان برج السرطان لو عنده حد مثلا راح مشوار وغاب وعلى طريق مثلا مش عارف ايه ده حصل له كذا كذا، واقعد بقى اخترع بعض الاشياء ان هو حصل له مليون مصيبة، يعني طبعا بعد الشر على كل الناس، ولكن ده برج السرطان، يعني دايما مثيرين احنا للنقاط اللي زي كده، فهيكون عندك قلق مازال موجود، ده هيعمل لك شوية قلق نفسي او تعب نفسي، فابتعد عنه. الشيء التاني ان انت هيكون عندك برضو قلق على صحتك العامة، ان انت بتحاول انك تنظم غذائك، بتنظم شربك، بتاخد علاجك بشكل ملتزم، يعني انت ملتزم بالطرق الصحية اللي انت ماشي عليها، ممكن تكون بتعاني من مشكلة صحية فعامل لك ارتباك، بتفكر في حاجات كتير، وسواس ان في مشكلة صحية كذا، حاجة مش عارف ايه بنمر بيها، ولكن ده عندك اطمئنان، يعني انت عندك اسمها بتحاول ان انت تصلح من مشكلة صحية عندك، بتظبط جسمك، بتظبط امورك الصحية عشان تحس بيه مأمن اكتر. ده ببساطة الاسبوع الاخير من شهر ابريل لبرج السرطان، هو ايجابي جدا ولكن في حاجات مثيرة قلناها في شكل نصائح، بتمنى ان انا اكون فدتكم، وبتمنى
جدا منكم ان احنا نكون واثقين جدا في إرادة ربنا سبحانه وتعالى، واثقين في نفسنا وقوتنا، وندي القوة عندنا فرصة اكبر من العاطفة يا برج السرطان. بشكركم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.